يلتحق بي أيضا في البلاطو متابعينا الأكارم ضيفي الكريم السيد العموري الغليظ رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التربية. أنا بك سيدي، مرحبا بك. شكرا، بارك الله فيكم. البداية معك سيد الغليظ، لما نتحدث عن هذه الندوة لوزير التربية الوطنية والذي أعلن عن تحسينات ومستجدات تحسبا للدخول المدرسي المقبل، تحدث في الأول حول تقييم المكتسبات بالنسبة لقطاع التربية سواء في طور الابتدائي أو حتى المتوسط. في نظركم وأنتم ممثلين للنقابة الوطنية والاتحادية الوطنية المستخدمة قطاع التربية، كل هذه المستجدات هل هي إضافة ربما يستحسنها عمال التربية أم هناك شوائب يجب تحسينها أكثر فأكثر؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا في البداية أشكركم على هذه الاستضافة، ومن خلالكم أحيي المشاهد الكريم وأحيي مستخدمي قطاع التربية الذين هم دون شك الآن يتابعون مجريات هذه الندوة الوطنية التي ستدوم 4 أيام. ربما الهدف الأساسي أو المحور الأساسي من هذه الندوة هو تقييم العملية الجديدة أو النموذج الجديد الخاص بعملية التقييم في التعليم الابتدائي في الطور الأخير من المرحلة يعني الابتدائية، والذي استفاد منه أبنائنا في السنة الخامسة ابتدائي. هذا النموذج اللي في الحقيقة هو نموذج جديد، الهدف الأساسي أو العملية الأساسية من هذا النموذج هو يعني إعادة النظر في عملية التقييم. لماذا؟ لأن في السابق كانوا أبنائنا يجتازون على شهادة التعليم الابتدائي، ثم منذ سنتين يعني اختفت يعني هذه الشهادة. وجاء الآن نموذج جديد، هو في الحق بالنسبة لنا بالنسبة للجزائر هو نموذج جديد، لكنه هو عبارة عن تجربة يعني تجربة استخدمها الكثير من الدول في العام، لا سيما فرنسا يعني أخذت بهذه التجربة. هذا التقييم الذي يعتمد على ربما التقييم ليس التقييم النسبي الذي يخضع إلى العدد ويخضع إلى المعدلات، وإنما يخضع إلى الملاحظات. هو بالنسبة لأبنائنا وبالنسبة كذلك الأساتذة هي عملية جديدة تم تجربتها هذه السنة بعد يعني عملية تجربة بدون شك. أي تجربة يعني تظهر العيوب وتظهر السلبيات وتظهر النقائص كذلك لما تطبق في الميدان. طيب لما نتحدث على هذه السنتين، تقييمكم للوضع الحالي هل هو حسن جيد أو ممتاز بالنسبة للمدرسين عمال قطاع التربية ومنتسبين قطاع التربية أو حتى للتلاميذ؟ هو شوف، منذ سنتين أو 3 سنوات لا سيما ما تعلق بهذا الموسم الدراسي يعني الحالي، أن يعني الموسم الدراسي يعني كان متميز في الحقيقة وكان مثمر يعني في 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 عدة أشياء. أولا سنة دراسية كانت مستقرة جدا، صحيح. وعرفت يعني عرف قطاع التربية بشكل عام عرف يعني عدة مكاسب جديدة. هذه المكاسب التي عبرت عن الإرادة السياسية القوية للنهوض بهذا القطاع من خلال اتخاذ إجراءات جريئة وشجاعة. وأقول يعني بين قوسين بكل صراحة أن السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد يعني وفى بكل الالتزامات، لا سيما ما تعلق يعني بمطالب وانتظارات وانشغالات يعني الأساتذة بصفة خاصة، صحيح. وكل مستخدمي قطاع التربية يعني من ربما زيادة في الأجور لم تطمح يعني للتطلعات تاع الأساتذة بشكل يعني بشكل مضبوط، وعرفت كذلك يعني المنظومة التربوية عدة إجراءات يعني منها ما تعلق بالكتاب المدرسي، ما تعلق بإدراج مادة الأجليزية، ما تعلق بعمليات التوظيف الذي كان يعاني منها قطاع التربية خاصة يعني على مستوى المدرسة الابتدائية. يعني السادة الأساتذة في التعليم الابتدائي والمدراء يعني كانوا يعانون الأمرين، حيث أن كانت لهم أدوار يعني متعددة بغض النظر على البرامج أو الحجم الساعي. أقول كنا نتمنى أن هذه المكاسب وهذه يعني هذه المكاسب وهذه الإرادة السياسية أن تحقق نتائج أعلى نوعا ما، لأننا بكل صراحة لكن نرى وزير التربية قال أنه ستكون تدريجيا، وهذه أمر إيجابي أنه في
في البداية هناك نموذج، هناك قرارات، وسيكون تطبيق لهذه القرارات بشكل تدريجي، وهذا ربما سيصب في صالح عمال وفي صالح بصفة العديد المنظومة التربوية. شوف، بالنسبة للمنظومة التربوية أعتقد أن التلميذ يعني في مختلف الأطوار هو محور العملية التربوية. صحيح. ونجاح المنظومة التربوية بشكل عام يمثله أو يترجمه نجاح يعني التلميذ. صحيح. لذلك أعتقد أنه كان بالإمكان أن تكون يعني النتائج إيجابية أكثر. أكثر. نعم. يعني مقارنة يعني ما تنفقه الدولة على هذا القطاع. طيب، سأعود لك سيد الغليض، ربما معي أيضا سيد صادق زيري رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية الوطنية والتكوين إمبا. فأهلا بك سيدي من جديد. سؤال هو بخصوص هذه الندوة التقييمية في عديد المستجدات التي صرح بها وزير التربية الوطنية، أنتم كنقابة اليوم ما هو تقييمكم لهذه السنة الدراسية، وما هو تقييمكم للقرارات التي طبقت على أرض الواقع في ما يخص بالمنظومة التربوية بصفة عامة؟ أولا شكرا على الاستضافة، تحية لك ولضيفك الكريم سيب العموري وللمشاهدين عبر قناة النهار. فقط نصحح، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين. نعم. منظمتنا. فما بالنسبة لسؤالكم فيما يتعلق بتقييم السنة الدراسية، الحقيقة هذه السنة الدراسية تختلف عن السنوات السابقة. نعم. سنة دراسية هادئة، نستطيع أن نقول يعني الاحتياجات فيها قليلة جدا على مستوى المحلي. نعم. على مستوى المؤسسات التربوية يعني الناتج لبعض المقاييس المترتبة هنا وهناك، وهذا الاستقرار طبعا جاء بفتح حوار حول ربما القانون الأساسي، حول مسألة الأجور بقرارات السيد رئيس الجمهورية، رغم أنه هذه الزيادات لم ترقى بعد إلى مستوى الطموح والأمال لأنها لم تعيد الاعتبار لتوازن القدرة الشرائية. نأمل الأحسن إن شاء الله. أيضا في المدخلات على المنظومة التربوية اللي بعضها تكلم عليها ضيفك الكريم، اللي هي إدخال اللغة الإنجليزية. صح. قرارات الإدماج. نعم. قرارات تبني اللغة الإنجليزية أيضا السنة الرابعة ابتدائي. نعم. كل هذه الأمور جد مهمة، وأيضا ختمت بفتح نقاش في المنظومة التربوية حول ملف مهم اللي هو ملف تقييم المكتسبات، وهذا تم طبعا في الولايات، تم أيضا في شكل ندوات ولائية ثم جهوية، والآن فنحن في الندوة الوطنية. وهذا الملف هذا في الحقيقة الحوار في حد ذاته فهو جميل جدا، لأنه كلما كان حوار صريح ومعمق في الملفات التي تهم أبنائنا التلاميذ وتهم المنظومة التربوية، كلما كانت النتائج يعني جد هامة. ورغم أنه هذا الملف الخاص بتقييم المكتسبات يعني لقي معارضة منذ البداية من طرف كثير من الأساتذة الأولياء نتيجة للضغط الذي أضافه إلى الضغط الموجود على الأساتذة والتلاميذ وأولياء التلاميذ. مدته أيضا كانت طويلة ودامت أكثر من شهر، يعني تقريبا شهر كاملا. والتقييم هذا الذي وقفنا عليه اليوم هو تقييم موضوعي جدا، والحمد لله يعني الآراء التي جمعت في الندوات الجهوية كلها تبعث على يعني على الاطمئنان أنه إذا حسننا الأوضاع وأخذنا بالملاحظات والاقتراحات سنذهب بعيدا في إطار منظومتنا التعليمية خاصة في الابتدائي، إضافة إلى إعادة تقييم البرامج التي تعطى لأبنائنا التلاميذ في الابتدائي، لأنه البرامج لها علاقة بهذا التقييم. التلميذ الذي يقيم في 12 نشاط 12 مادة في هذا القياس بهذا الشكل، نحن اقترحنا وبوضوح أن تكون المواد الأساسية بالإضافة إلى مواد الهوية الوطنية، لغة عربية، رياضيات، فرنسية كمواد أساسية، بالإضافة إلى التربية الإسلامية، اللغة الأمازيغية، ومادة التاريخ، تصبح 6 مواد. أما بقية الأنشطة لو يفتح نقاش معمق
المنظومة التربوية، فربما نتخلى عنها نهائيا في الابتدائي، وربما نشير في بعض المواضيع فقط التي تخدم بعض هذه العناوين في إطار التربية المدنية أو التربية العلمية. لم يكن عندنا كتاب موحد، فنحن رفعنا من أجل أن يفتح نقاش معمق في منظومتنا التعليمية خاصة في الطور الابتدائي، وأيضا نروح بالتدرج، لأنه كلما فتحنا نقاش معمق في هذه الجوانب نجد حلول ناجعة. صحيح. أكيد لتذهب بالمدرسة بعيدا. طيب. وتحقق المأمول منها، وهو تلميذ ناجح في دراسته، تلميذ نجيب بمدرسة فيها أستاذ كفء، ومدرسة ذات نوعية خالية من الاكتظاظ، في هياكل مريحة. كل هذه الأمور هي التي ندافع عنها في إطار المدرسة العمومية. سعود لك سيد صادق الزيري، طرح جد مميز، خاصة أولياء التلاميذ يشتكون من ثقل المحفظة وتم تعويضه باللوحة الإلكترونية في عدد من المدارس. اليوم يصرح وزير التربية أنه سيتم تزويد 1200 مدرسة جديدة باللوحة الرقمية من أجل حد من هذه ثقل المحفظة، لكن هل أنت مع الطرح الذي تحدث عليها السيد صادق الزيري فيما يتعلق بتقليص المواد والكتاب الموحد وعيد 12 مادة، 6 مواد تكفي بالنسبة للتلاميذ؟ هو شوف، بالنسبة للعملية يعني تخفيف المحفظة، أعتقد أن الإجراءات المتخذة لا سيما ما تعلق بمضاعفة الكتاب المدرسي، نعم، يعني إعطاء الكتب المدرسية للتلاميذ على مستوى المؤسسة التربوية ساهم بنسبة كبيرة في تخفيف المدرسة. أما ما تعلق باللوحة الإلكترونية، أعتقد أننا ما زلنا نوعا ما بعيد، يعني بعيدين عن يعني الوصول إلى المبتغى، وذلك لأنه في السنة الدراسية الماضية تم جلب سيد الغليد العموري، عفوا مباشر سننتقل سعود نقاش لما نتحدث في آخر نقطة وصلنا إليها سيد الغليد فيما يتعلق بالتقييم والطرح الذي كان للسيد صادق الزيري فيما يتعلق بالتقليل في المواد التي يجب أن يدرسها التلميذ، سواء كان بالنسبة للطور الابتدائي وحتى المتوسط، وجعل هناك كتاب موحد لباقي المواد، يعني نترك المواد الأساسية والمواد الفرعية يكون عندها كتاب موحد حتى يمتحن في أريحية التلميذ. هل أنت توافق هذا الطرح أم لا حتى نحسن من منظومتنا التربوية؟ هو في الحقيقة الطرح موجود لدى الكثير من مستخدمي قطاع التربية ولدى الأولياء التلاميذ في حد ذاتهم وكثير من المختصين يعني في قطاع التربية الوطنية. الشيء الذي نتمناه أنه يتم يعني تفعيل المجلس الوطني الخاص بالمناهج الذي تم تنصيبه مؤخرا، وكذا تفعيل المجلس الأعلى للتربية ليعتبر هو الهيئة الأساسية والرسمية لبناء كل السياسات الخاصة بالمنظومة التربوية. وأعتقد أن مثل يعني هذا الطرح هو طرح يعني أصبح رغبة لدى العديد من يعني الفاعلين في قطاع التربية، باعتباره يحقق الكثير، يحقق يعني الكثير ويخفف كذلك الكثير من الأعباء، لا بالنسبة للتلميذ ولا بالنسبة لأولياء. نتمنى يعني أن اللجان أو يعني الناس المختصة في هذا المجال هي من تتولى دراسة هذا الموضوع، ولما لا يكون لنا مبادرات جديدة في هذا الإطار، مبادرات تأخذ يعني الخصوصيات الخاصة بنا، ولا ونستطيع الاستغناء عن جلب بعض النماذج والتجارب الدولية التي في الحقيقة لا تحقق المبتغى، نظرا لأن هذه التجارب أخذت يعني في مجالات معينة وفي محيط معينة وفي خصوصيات معينة. صحيح. يعني ليس بالنسبة للتلميذ فقط وليس بالنسبة للأسرة فقط، وإنما حتى بالنسبة للهياكل المدرسية التي قد تختلف من دولة إلى دولة ومن مجتمع إلى مجتمع. طيب سيد صادق الزيري، هل أنت معنا من جديد؟ ربما أيضا في نقاط جد مهمة تحدث عليها وزير التربية فيما يتعلق بأنه سيكون من ابتداء من السنة المقبلة تسيير التمدرس عن طريق الرقمنة
أي صفر ورق. ما تعليقك حول الموضوع؟ أنا معكم فعلا، يعني تحية مرة ثانية. على كل مواضيع التربية هي ورشات مفتوحة متتالية، وأهم ورشة هي ورشة الرقمنة في كل شيء. وقد وعد السيد وزير التربية في هذه الصبيحة أنه كل القرارات الخاصة بالتمدرس وبأمور المدرسة من انتقال ومن شهادة مدرسية وخروج دخول، كل القضايا ستكون مرقمنة، وهذه خطوة نثمنها رغم أننا متأخرون يعني في العملية. كمفروض أن هذا الرقمنة أنها انتهت منذ سنوات، لكن أن تأتي متأخرا أفضل أن لا تأتي أبدا. نحن نشد على أيدي وزارة التربية في رقمنة القطاع في كل شيء فيما يتعلق بالتمدرس، بالموظفين، كل ما يتعلق بالحياة المدرسية وحياة الموظفين ومسارهم المهني، وهذا يجعلنا نربح الجهد ونربح يعني الوقت، وفي نفس الوقت نحقق به الشفافية تسير، لأن هذه الشفافية ستغطي على كل السلبيات التي كانت موجودة في كثير من الأشياء. فبالرقمنة كل شيء يكون واضح وتكون الشفافية، وهي عمود الفقري في الحوكمة وفي التسيير هذه الشفافية. وبالتالي هذا الملف من الملفات الجد هامة التي ينتظر منها الكثير، اللي هي الرقمنة. شكرا جزيلا لك سيد صادق دزيري على هذه المداخلة، وأفدتنا كثيرا. سؤال أخير موجه لك سيد الغريض العموري فيما يتعلق بالتوجيه، التسجيل والطعن، حتى الخدمات المتعلقة بالمنتسبين لقطاع التربية كلها مرقمنة، هذا ما سيسهل عمل المنتمين لقطاع التربية. في تعليقك، هل هي خطوة حسنة بالنسبة للقطاع، وهل تتخوفون من مشاكل إن صح التعبير بيروقراطية الرقمية؟ لأنه في العديد من المرات حالة دون تطبيق أدنى أو استخراج وثائق عن طريق الرقمنة، كل هذه مشاكل يتخبط فيها القطاع. الجزائر لم تتحكم يعني بصفة جدية في هذا القطاع. ما تعليقك حول الملف؟ هو بالنسبة للرقمنة نقدر نقول بكل صراحة أن وزارة التربية كانت رائدة في العملية، ولها يعني عدة تجارب كانت ناجحة، لا سيما ما تعلق مثلا بعملية التوظيف وهذه المحطات المهمة التي يعني من جراء عملية الرقمنة أضفت عليها يعني شفافية استحسنها الجميع. كذلك بالنسبة لتسيير القطاع كقطاع، اليوم سيد وزير التربية يصرح في الصباحة أن وزارة التربية وصلت إلى ملف تسيير السكنات الوظيفية والإلزامية، يعني سيكون الملف جاهز بداية سنة وستسير عن طريق الرقمنة. واعتقادي أن الرقمنة يعني تخفف الكثير من الأعباء على مستخدمي قطاع التربية وعلى التلاميذ وعلى الأولياء. ووزارة التربية يعني قطعت أشواط مهمة وحساسة في هذا الملف. شكرا جزيلا لك سيد الغريض العموري، كنت ضيفي اليوم في هذا الملف، جزيل الشكر.